السلام عليكم، تحية لمتتبعي أزمة 24 في هذا البث المباشر في هذه الأمسية من يوم الأحد 31 أكتوبر 2021. نحن الآن في الضفة اليسرى لنهر أم الربيع، لاكورنيش ديال أم الربيع ديال أزمور واد أم الربيع، في لقاء مع أعضاء جمعية حضن الدافئ للمسلمين والأرامل على هذه الجمعية اللي حديثة العهد، وأسست واحد نشاط أول نشاط ديالها، وكان فرصة أننا نلتقيو بهم هذا النهار، كانوا لدينا اجتماع في هذا المساء هذا في كلمة حول هذه الجمعية تعريبها والأنشطة اللي كيقوموا بها. السلام عليكم، تحية للإخوان جميعا، هذو أعضاء الجمعية. نعطيو الميكرو لأحد الإخوان يتكلموا معنا عنه. السلام عليكم، معكم محمد بن الشاوي، عضو نائب الرئيس ديال الجمعية، لأن هي كبيرة الوراق. هذه الجمعية الحضن الدافئ لمساعدة الأيتام والأرامل والمسنين والمتشردين في وضعية صعبة في المدينة. هذه حديثة العهد ديال الله تأسست 40 يوم دابا. قمنا بعدة أنشطة اللي من بينهم كسوة العيد الأيتام اللي تراوح ما بين ديالها العدد اللي استجابتوا منها، عدد 50 شخص ما بينهم أطفال ذكور وإناث، وعود درنا واحد وجبة عشاء المتشردين اللي كاينين في الشارع ديال أزمور والنواحي ديال المدينة. الحمد لله الفكرة ديال تأسيس هذه الجمعية جات من مناقشة من بعض الأخوان. حاولنا نديرو الجمعية، كنا غادي في الأول واحد الأخ عضو منا كان اقترح أننا نديرو جمعية ديال الحي، من بعد كنا قلنا نديرو جمعية علاش لا، اللي تخدم المدينة والساكنة، وفكرنا ودرنا دراسة واختارينا هذه الجمعية الحضن الدافئ بمدينة أزمور. وهذه الجمعية الحمد لله لقات صدى، والحمد لله كتخدم على المتشردين في الشارع، وكتخدم على الأيتام وكذلك الأرامل والمسنين اللي في وضعية صعبة. وهذا هو الهدف ديالنا، هي نلقاو المأوى إن شاء الله لهاد الناس اللي متشردين في الشارع. ودابا حنا في فصل الشتاء أو على الأبواب، هاد الناس كيتشعدوا بزاف، وكما شفنا في السنوات الماضيه كان شوف شخص في المارشي السوق الاسبوعي القادم بمدينه أزمور، وكذلك كان شوف واحد بقيصاريه طرقموا ليه بشايب، هادو بسبب البرد والشتاء، وكنتمنىهم الله لقاو شي مأوى لهاد الناس فين نحضنوهم ونديروا لهم الدفع باش ما يتعاودش يطيحوا في نفس الموقف ديال السنه الماضيه. وشكرا، تحياتي لك. شكرا. مع معنا احد الاخوان الاخرين اللي رئيس الجمعيه في كلمه حول الموضوع، تفضل يا استاذ. السلام عليكم، كنشكركم على أزمور. انا كبيره الوراق رئيسه الجمعيه الحضن الدافئ بأزمور. الاهداف ديالها كل ما كيتعلق بالمراه الارمله والمطلقه والاطفال اللي في وضعيه صعبه المتشردين، وان شاء الله غادي ندخلوا معهم حتى الاجازه ان شاء الله. وكنتمنوا ان شاء الله هاد المبادره تكون مزيانه. كيفاش جاتكم الفكره ديال تاسيس الجمعيه والاهتمام بهذه الفئات الاربعه اللي هي فئات محتاجه للدعم والمساعده للجمعيه؟ هادو هما اهم شيء عندنا في أزمور، هادو هما اهم وحدين اللي خصنا اصلا خصنا نكونوا على قد المسؤوليه ديالهم. كيقول لك واحد المثل، لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. صحيح. وأعانكم الله على هذا العمل. شكرا. وهو ماشي عمل ماشي ساهل، وأزمور كمدينة صغيرة محتاجة لهذا النوع ديال التدخل ديال المجتمع المدني. نتمنوا أنكم توفقوا، وخسرتوا أن البداية راه تكون صعيبة، خصكم تلفوا على الجميع. الله يعاوننا والله يوفقنا. حنا أصلا يد واحدة في هذه الجمعية، حنا ماشي زعما كاين رئيس ولا أمين المال ولا هذا، حنا أصلا يد واحدة كاملين.
واخا ما كيكونش شي شخص مهم، حنا يد وحده كاع اللي كضر واحد كضرنا كاملين، وكنتمنوا باش نزيدوا بهذه الجمعيه ان شاء الله القدام. الله يوفقكم. شكرا. معنا احد اعضاء الجمعيه اخر حتى هو في كلمه بالمناسبه، ونتمنوا ان الناس اللي كيتبعوا هذا اللايف او اللي غيدخلوا يتبعوه انهم يشجعوا هاد الشباب وهاد الناس اللي قاموا بهذه المبادره، لان بغا يقدموا واحد المساعده اللي محتاجين لها واحد الفئه. اخ تفضل. اسمكم زكريا مطراز، واحد من اعضاء الجمعيه الحر الدافئ. اولا قبل كل شيء كنبغي نشكر منبركم الاعلامي الصادق، ونشكركم على التشجيع ديالكم لينا. بطبيعة الحال حنا واحد مجموعة ديال الشباب رسائنا للعمل الجمعوي عن طريق تأسيس واحد الجمعية اللي سميناها جمعية الحكم الدافئ لمساعدة الأيتام والأرامل والمسنين والمتشردين. تزامنت فترة ديال التأسيس ديالنا مع واحد الفترة ديال عيد المولد النبوي، رسائنا فيها أننا كنشاط أولي نتعاونوا مع بعضياتنا، وكل وجبد من يعني من مارو الخاص، باش نتكلفنا تقريبا بواحد 50 طفل. الحمد لله تكوللت العملية بنجاح. من بعد ديك الليلة ديال عيد المولد النبوي درنا واحد الوجبة ديال العشاء على شرف المتشردين، ولقات إن شاء الله لقات واحد الصدى إيجابي وصدى طيب في الشارع الزموري. شنو نقول لك، واحد الاحساس لا يوصف، انك انت واحد المتسرد ناعس في الشارع كتجي كتفيقو كتعطيه واحد الوجبه، راه واحد الاحساس لا يوصف بطبيعه الحال. واخا نعيا ما نهضر ونقول، ولكن خاني التعبير. صح. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا، واللي بغى يركب معنا في الحافله مرحبا، واللي بغى يدير لنا عصافه الرويضه يعطينا غير اتساع. هادشي اللي غادي نوصل، والله يوفقنا. آمين. الله يوفقكم. مشكور الاخ زكريا على هذه الكلمه. شكرا. بدورنا كمنبر اعلامي ندعم بحال هذه المبادرات، وندعو لجميع المحسنين والناس الناس اللي يمكن لهم يدعموا ولو بكلمه طيبه ولو بتشجيع، انهم يدعموا بحال هذا النوع ديال العمل، لان العمل يكون قرب وعمل انه قريب للناس. املنا اننا يلقاو المساعده سواء من المسؤولين في ايجاد واحد مركز الايواء، لان ازمه محتاجه لمركز الايواء ديال المشردين، سواء من المحسنين والداعمين، وخاصه غيكون هذا نداء لاولاد ازمور اللي في الخارج اللي مسك عليهم الله، ويديروا صدقه جاريه مع اولاد البلاد، لان كنعرفوا دائما الحنين للبلاد اللي كتكون خارج. هذه رساله لهم انهم يتواصلوا مع هاد الناس الجمعيه، يتواصلوا معهم ويدعموهم، او على الاقل يشجعوهم بكلمه طيبه. الى هنا نحيي الجميع على هذا التتبع. شكرا والسلام عليكم.